خسرت التلميذة المغربية فاطمة الزهراء أخيار لقب مسابقة تحدي القراءة العربية بعدما عاد اللقب للتلميذة هديل أنوار الزبير من السودان. وظهرت أخيار في دور النهائي الذي أقيم بإمارة دبي بحضور حاكمها محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الإمارات بوجه جد مشرف ومميز، غير أنها لم تحسم اللقب لصالحها لتضيعه في هذا الدور بشكل مفاجئ بعدما كانت كل التكهنات تسير لصالحها. وتمكنت المنافسة السودانية أهديل أنوار الزبير من الفوز بلقب تحدي القراءة العربي متفوقة على أخيار المغربية وجمان المالكي من السعودية وعبد العزيز الخالدي من الكويت وآية بوتريعة من تونس. يشار أن فاطمة الزهراء أخيار تبلغ من العمر 15 سنة وتنحدر من مدينة تطوان وتتابع دراستها بالثانوية، هي القاضي عياض التابعة لأكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة.